فيرنون بويون كان من أكبر المهندسين الفرنسيين تاع وقته، واتشهر بزاف بالبنيان ديالو في الجزائر. في عام 1953 السلطات الاستعمارية الفرنسية عيطولو باش يحكم مشاريع معمارية خاصة للجزائريين اللي بداو ينوضو ضد فرنسا. إما لجا فيرنون بويون للجزائر اللي ما كانش خلاص يعرفها. كان فيرنون بويون يقدر يبني سكنان كبير بالخوف وبسومة ماشي غالية، وأول حاجة دارها أرسم الحي ديال السعادة بألجي وبناه في عام برك. بويون كان يحب دايما يزيد لقطات فنية بالبنيان ديالو، كما العمارة الكبيرة اللي بناها في السعادة زاد زخرفات اللي مازالهم حتى لليوم. في عام 1954 زاد بنا بويون ديال المحصول اللي جايين قدام السعادة، زين الدخلة تاع الحي فوارة بالعواد واللي اليوم راهي في باب الواد. وزاد بنا بويون واحد الحي كبير بزاف في ألجي واسمو كليما دو فرانس بباب الواد. بصح هاد الشي الكل اللي بناتو فرنسا ما سكتش الجزائريين، وفي هاد الوقت اندلعت حرب التحرير الوطني، وفيرنون بويون اللي عجبتو الجزائر ولا يدعم الأفلان والتحرير الوطني. وكي استقلت البلاد عيط له الرئيس هواري بومدين باش يكمل خدمته في الجزائر ويشد مشاريع سياحية. في ألجي ودواحيها بنا لي زوتيل تاع سيدي فرج، زيغالدا، لا كورن دور وماتاريس دي بازا. في عنابة بنا لوتيل بلازا وفندق المنتزه اللي راهو جوهر هندسي رائع اللي جاي فوق جبل ويطلع على البحر. وفي وهران بنا مركز سياحي تاع لي زندالوس. رسم بويون كان بزاف لي زوتيل تاع الصحراء في الغواط وبالسكرة، واللي معروفين بزاف هو فندق الكرارة في تيميمون اللي عنده منظر خلاب على السبخة والعرك. وهكذا بويون بنا أكثر من 40 أوتيل في الجزائر، كلهم بطابع جزائري صحراوي وتلمساني وباللون الأبيض اللي كان يحبوه بزاف. وعاش فيرنون بويون 20 سنة في الجزائر حتى مات في 1986، وخلنا تحف معمارية رائعة معروفة في العالم الهندسي. هادو هما حكاية الزمان، كل حكاية وفيها نهاية هايلة. خلوها تزيد تحلى في كل ظلة. نلقاكم غدا دايما في أحسن حلة.